أكثر المواطنين هو قلتي أنه المواطن عنده 5000 درهم مثلا وكيخلص عليها الضريبة على الدخل، يبغيناك تقربنا شحال كيخلص هاد مول 5000 درهم أو مول 6000 درهم، وشحال لعاب ديال الكرة اللي كيشد 100 200 مليون غيخلص منها غير 10%. دونك الا قدرتي تقربنا من هاد يعني دابا مثلا ملي كيكون واحد عنده واحد الدخل شهري يعني كتبدا يعني قل من 3000 درهم تقريبا ما كيخلص عليها والو، كتبدا كما قلت لك حتى كتوصل 5000 15000 درهم يعني الحد الاقصى 15000 درهم مثلا باش نعطيو الناس بان عندهم فكره، كتخلص 130% من الدخل ديالك. داكشي اللي كيشد كاين واحد الاعفاءات كدار يعني ملي كنشدوا داك الدخل الخام كنحيدوا من الاقتطاعات ديال الصناديق وديال لي ميتوال اكسيتيرا، وكاين واحد لاباتمون كان بروفيسيونيل يعني كيكون واحد 15%، ومن بعد داكشي اللي كيشيط كتخلص عليه واحد الضريبه اللي هي المعدل الاقصى هو 38% داكوغ، وكتبدا من 15% وانت غادي. بالنسبه للعابه يعني عندهم بزاف ديال المداخل، يعني عندهم الدخل اللي كيشدوا كصالير والدخل ديال سكون ابي لا بريم دو سينياتور يعني داك ديال التعاقد، وهذا اللي هو مبلغ كبير اللي دابا اوجوردي حتى هما داخلين في اطار هاد لو ريفوني امبوزابل او الدخل اللي هو وعاء الضريبي ولا سي اون بوبلي صا بالطريقه هذه، ونقدروا من بعد ندخلوا في مداخل اخرى، لان اللعاب كيقدر يشد عقود استشاريه كيقدر يشد مثلا حوايج اخرى اللي حتى هي يعني الاساس كيف ما قلتوا المدخل هو العداله الضريبية، يعني أي حاجة كتربح عليها الفلوس خاصك تخلص عليها الضريبة باش يكون عندك تنتهي الحق من بعد أنك تطالب أشياء أخرى. يعني واحد المواطن اللي ما كيخلصش ضريبة ما عندوش أصلا الحق حتى يطالب بحقوق مازال بالنسبة للدولة. يعني هذا الباب الواضح لأن الناس كلها كتخلص الضريبة اللي هي حتى ما كاينش شي مغربي يعني من غير الناس اللي كتشدك الحد الأحلى اللي ما كتخلصش، يعني كلشي الناس كتخلص ضريبة، والضريبة ماشي غير في الدخل، يعني اللي باع شي حاجة راه كيخلص عليها ضريبة، بعتي دار بعتي شي ورثتي شي حاجة درتي كتخلص عليها الضريبة، شريتي دار كتخلص الضريبة، يعني حتى يعني ملي كتشري كتخلص حقوق التسجيل اكسيتيرا. يعني كاين الضريبة يعني كيعيشها الإنسان حتى في الضريبة على الاستهلاك، يعني كاع الضريبة لما خلصتيهاش كاع كنتي كاع في إطار غير مهيكل، راه ملي كتمشي تشري راه كتخلص 20% كضريبة اللي كيتخلص من هذاك المتجر ولا كيتخلص من هذيك السوق الكبيره، وكتعطيها هي كتكلف بانها تاخذ هذيك الضريبه وتعطيها للدوله. يعني 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 هذه شي حاجه اللي هي عاديه. دونك المساله الثانيه اللي هي اللي كنظن مهمه هو التقنين، ونرجعوا للديباز غير لان كيف ما قلت لك ملي ما كتكونش في واحد الاطار قانوني كتقدر دير اللي بغيتي. يعني غير اللي بغيت نقول لك يعني بالنسبه للناس اللي كتبع لي انا هو الاهم انهم خصهم يساندوا هذا القانون هذا.